My name is Ardem Paraputian and I'm a professor here at the Scripps Research. في تغريدة مفاجئة لمدير مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا على حسابه عبر تويتر كتب: هذا الرجل لبناني غادر لبنان إلى أمريكا حين كان عمره 19 عاماً، فاز بجائزة نوبل للطب في العام 2021، وأضاف: متواضع نكتجي وما بيقول عن حاله أنا عبقري، فمن هو صاحب هذه الجائزة؟ أردم باتابوتيان ولد في بيروت سنة 1967، كان يقطن في منطقة الزيدانية الظريف القريبة من شارع الحمرة، حيث يقع مقر الجامعة الأمريكية في بيروت. هو أستاذ علم الأعصاب في معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا، ودرس في الجامعة الأمريكية في لبنان خلال العام الدراسي 1985 و1986، تخصص في الكيمياء. هو أستاذ في معهد هوارد هيوز الطبي في قسم علم الأعصاب جامعة كاليفورنيا، ومختبر التعيينات المشتركة للبحوث سكريبس، وأستاذ بمركز دوريس لعلوم الأعصاب. وبحسب ما ذكرت مصادر سكاي نيوز، فإن تصعيد النزاع خلال الحرب الأهلية اللبنانية أدى إلى القبض على باتابوتيان واحتجازه من قبل مسلحين ليهاجر بعدها إلى لوس أنجلوس ببضعة أشهر. شغل مناصب عدة في الولايات المتحدة، منها عضو هيئة التدريس والإشراف على برنامج الدراسات العليا، ونال درجة الدكتوراه في علم الأحياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 1996. كذلك شغل منصب أستاذ علم الأعصاب الجزيئي والخلوي MCN أبحاث سكريبس وأستاذ بيولوجيا الخلية. وفي عام 2005 كان رئيساً لقسم علم الأعصاب بمعهد علم الجينوم التابع لمؤسسة أبحاث نوفارتس. المفاجأة تكمن في كيفية معرفة هذا العبقري بفوزه بجائزة نوبل، إذ نقل موقع سكاي نيوز أنه كان يشغل وضع عدم الإزعاج عبر الهاتف للحد من المقاطعات على هاتفه عندما حاولت اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل في ستوكهولم الاتصال به، لكنه تلقى الخبر من والده مع بدء المؤتمر الصحفي الذي تابعه وهو جالس في السرير مع ابنه لوكا، قبل أن يجري مكالمة قصيرة مع كبير الموظفين العلميين في نوبل آدم سميث، وبعد لحظات من الإعلان عن نيله الجائزة مع زميله شارحاً تفاصيل ما توصلت إليه أبحاثهما، وقال: في العلم في كثير من الأحيان ما نعتبره من المسلمات يكون بالغ الأهمية.